وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. السنة والحياة. آداب الخروج. قلة الخروج عند هدأة الرجل بالليل. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقل الخروج بعد هدأة الرجل، فإن لله تعالى دواب يبثهن في الأرض. أخرجه أبو داود. آداب المشي. مشي النساء على حافة الطريق. عن أبي أسيد الأنصاري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو خارج من المسجد: فاختلط الرجال مع النساء في الطريق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء: استأخرن، فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق، عليكن بحافات الطريق. فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها لا تعلق بالجدار من لصوقها به. أخرجه أبو داود. النهي عن المشي في نعل واحدة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمشي أحدكم في نعل واحدة ليحفهما أو لينعلهما جميعا. أخرجه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، ليكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. أخرجه البخاري ومسلم. السرعة في المشي. عن علي رضي الله عنه قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير، شثن الكفين والقدمين، ضخم الرأس، ضخم الكراديس، طويل المسربة، إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما انحط من صبب، لم أر قبله ولا بعده مثله. أخرجه الترمذي. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصر، فسلم ثم قام مسرعا، فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه، ففزع الناس من سرعته، فخرج عليهم، فرأى أنهم عاجبوا من سرعته، فقال: ذكرت شيئا من تبر عندنا فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته. أخرجه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بالحجر قال: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبكم ما أصابهم إلا أن تكونوا باكين. ثم قنع رأسه وأسرع السير حتى أجاز الوادي. أخرجه البخاري ومسلم. وعن ابن أبي مليكة أن عقبة بن الحارث رضي الله عنه حدثه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر
فأسرع ثم دخل البيت، أخرجه البخاري. اجتناب الخيلاء في المشي. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء. أخرجه البخاري ومسلم. عن محمد بن زياد قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال النبي، أو قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل جمته، إذ خسف الله به فهو يتجلل إلى يوم القيامة. أخرجه البخاري ومسلم.